السلام عليكم في إماراتي تيلز، اللعبة اللي بتاخذكم في مغامرة مع حكاياتنا الإماراتية. حالياً يالس أشتغل على مرحلة تحدي أم الدويس، وخرافة أم الدويس كانت تتداول ويتم استخدامها كوسيلة لتخويف اليهال بخصوص السحر. وكون لعبة حكايات إماراتية لعبة توعوية هدفها تثقيف الأطفال، فمن المهم عدم مشاركة الجزء المخيف من الرواية، فحولتها إلى قصة مسالمة أكثر وتناسب الأطفال. القصة بتعكس شخصية أم الدويس كشخصية عصبية يتفاداها أهل المدينة، واليهال يخافون منها ويبتعدون عنها. وهدف المرحلة بيكون التعرف على خرافة أم الدويس وتوعية اللاعب بصفة الغضب ومدى تأثيرها السلبي على الشخص وعلى من حوله. وأيضا بيتعلم اللاعب أن السمات السلبية مثل الغضب مو بجزء ما يتجزأ من شخصياتنا، بل بالعكس كلنا نقدر نطور من أنفسنا ونغير مثل هذه السمات السلبية. وهذا يشمل آخر تحديثات إماراتي تيلز، اللعبة الإماراتية اللي بصورة كاملة من إنتاج عيالها. والله يحفظكم.